بالأمس نجح فريق الرجاء البيضاوي بطل الدوري المغربي من تحقيق انتصاره الأول في مبارياته الودية للموسم المقبل بعد أن هزم نيس الفرنسي في ودية جرت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، وحضرها جمهور غفير من أنصار الرجاء فاق 50,000. تقرير عبد المجيد بالكابوس. بعد عودته من المعسكر الإعدادي الذي خاضه بهنغاريا وفي أول إطلالة له على جماهيره، كان الرجاء البيضاوي بطل النسخة الثانية من الدوري الاحترافي المغربي على موعد مع فرصة لاختبار قدراته وتجريب عناصره الجديدة وإخضاع التركيبة البشرية لامتحان حقيقي. استقبل فريق نيس الفرنسي في مباراة إعدادية استعرض فيها الكثير من المقومات. قدام هذا الجمهور هذا ما الا تيتسنى الرقيب باش يقدم واحد المستوى، تنتمنى ان شاء الله ما يخيبنيش الله ونكون في المستوى ان شاء الله اليوم. حقق القاب مع الجيش الملكي، تنتمنى نحقق القاب مع فريق الرجاء البيضاوي، وتنتمنى ان شاء الله باش نكون في المستوى باش ان شاء الله عصام الرقي يرجع للمنتخب ان شاء الله. المباراه حضرتها جماهير غفيره من محبي الرجاء البيضاوي، وبكر خلالها الفريق الفرنسي بمحاولات جاده التطمت بالقائم الايسر لمرمى خالد العسكري. لاعب الرجاء البيضاوي رسم أداء جديا كلل بهدف جميل من توقيع نجم الفريق محسن متولي بطريقة رائعة، كان ذلك في الدقيقة 13 من المباراة. لاعب فريق نيس الفرنسي حاولوا في الكثير من المناسبات بلوغ مرمى خالد العسكري لكن دون تحقيق المراد. محمد فاخر أقدم خلال الشوط الثاني على العديد من التغييرات سعيا لتجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين. غنمشيو بدرجه بدرجه، اولا تهيئ فريق البطوله، والبطوله غتعطينا فريق الكاس العالم وعصبه الابطال، فكل حاجه كدار بوقتها. لحد الساعه كنحاولوا ما امكن نهيئوا الفريق البطوله ونعطيو الحظوظ لجميع اللاعبين، ومن ثم التركيبه ديال الفريق غتبدا تجي تدريجيا وجميع اللاعبين غادي يكون عندهم الحظوظ ديالهم. دخول بعض العناصر انعش الى حد ما خط هجوم الفريق البيضاوي. بعد محاولات فريق نيس الفرنسي لم ترقى كي تغير من نتيجة المباراة والتي انتهت بفوز الفريق الأخضر بهدف واحد دون رد. كنظن ان فريق نيس فريق قوي وفريق اللي غادي يخلينا نوقفوا على المستوى ديالنا كرجاء وكرة القدم المغربية، وهذا كله غادي يخلي ان تنتعش البطولة الى جميع الفرق حاولوا ما امكن يلعبوا مع فرق من خارج ارض الوطن، سواء افريقيه سواء اوروبيه، وكان هذاك الاحتكاك تعطيهم تجربه اكثر. المباراه كانت جيده بين فريقين حاول التوقيع على اداء جيد. اتيحت لنا محاولات في الشوط الاول، وخلال الشوط الثاني حاولت تجريب لاعبين شباب. انا مقتنع باداء فريقي وكذلك معجب باداء الرجاء البيضاوي الذي يلعب كره في المستوى العالي. فوز الرجاء البيضاوي على فريق من حجم نيس الفرنسي في أول اختبار إعدادي بالدار البيضاء فيه إشارات عديدة تفيد أن الفريق الأخضر قادم بقوة الموسم المقبل وقادر على التنافس على واجهات مختلفة.